أسافروا إلى الزميل محمد توفيق ومعاه الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي من النادي الأهلي مقر هذه الاحتفائية الكبيرة. مرة ثانية عقب انتهاء احتفالية توقيع الشراكة والتحالف الاستراتيجي ما بين النادي الأهلي ومجموعة العرجاني جروب. يسعدنا أكون معاك أستاذ إبراهيم، كابتن أسامة حسني وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، ومعانا واحد من أبناء النادي الأهلي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الغزاوي. في البداية أبارك لحضرتك على خطوة جديدة من خطوات كبيرة جدا بتاخدوها يعني نحو بقاء النادي الأهلي في مكانه الطبيعي، وهي المقدمة ورقم واحد سواء في رياضيا أو كمان في حقوق التسويقية، والنهاردة توقيع يعني تحالف استراتيجي مع شركة وكيان وطني كبير زي العرجاني جروب. يعني كلمنا على التحالف النهاردة وأهم الفوائد هتعود على النادي الأهلي منه. طبعا النهارده يعني المؤتمر بيعلن عن تحالف استراتيجي ما بيننا وبين النادي الاهلي وما بين العرجاني جروب. ده تحالف زي ما نقول كده، هي شراكه استراتيجيه وطنيه من المقام الاول. النادي الاهلي ليه دور وطني في على مدار التاريخ، وما زال يؤدي نفس الدور الوطني. النادي الاهلي ليه دور وطني في ان هو يغذي المنتخبات الوطنيه في كافه الالعاب جميع المراحل السنيه. النادي الاهلي دور وطني في التربيه والنشء، ازاي يربي النشء الصغير اللي موجود عندنا على اخلاق ومبادئ وحب الوطن. والعرجاني جروب له دور وطني كبير جدا، فهي شراكه وطنيه من الدرجه الاولى. هذه الشراكه النادي الاهلي دايما بنحاول نفكر بره الصندوق، بنحاول دايما نخرج بره اطار فكره ان رعاه فقط لا غير. احنا خلصنا فكره الرعايه في الفتره اللي فاتت، والنهارده دخل كيان كبير اقتصادي ووطني زي العرجاني جروب ان احنا يبقى في ما بيننا وما بينه تحالف استراتيجي، زي ما كابتن خطيب قال وزي ما ابراهيم بيه قال، ان احنا يكون عندنا ازاي نقدر نقود النادي الاهلي في الفتره القادمه الى مشروعات اكبر واكبر. وعندنا حاجات كثيره جدا في التنفيذ، منها فرع التجمع ان شاء الله اللي هيفتتح في المنتصف من فبراير القادم، يعني بنتكلم في اقل من شهر من النهارده ان شاء الله. وعندنا الحقوق التجاريه اللي قدرنا ان هو نبيعها النهارده وياخدها العرجاني جروب لكاس العالم للانديه في المغرب. فاحنا عندنا مشاريع كتيره جدا وفكر كتير كبير جدا في الفتره القادمه، نقدر من خلال التعاون ما بيننا وما بينهم في ان احنا ننهض بالنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ازاي نساعده، اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ازاي نساعدها، نؤدي الدور الوطني بتاعنا على اكمل وجه احنا الاثنين مع بعض ان شاء الله. استاذ محمد، رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي واعضاء جمعيته العموميه بعد الحمد لله ما نفذتوا يعني تقريبا 100% من برنامجكم الانتخابي عائله الاهلي بالوصول لاربع مقرات للنادي الاهلي على مستوى القاهره الكبرى، وكمان الوصول بالنادي الاهلي رياضيا في كره القدم تحديدا للمركز الثالث عالميا، ايه الرساله اللي حابب تقولها لجمهور النادي الاهلي واعضاء جمعيته العموميه؟ اول رساله اقولها لهم، اقول لهم احنا دايما كل شغلنا الشاغل في كمجلس اداره وكمحبين للنادي الاهلي ومشجعين واعضاء النادي الاهلي قبل ما نبقى اعضاء مجلس اداره، احنا كلنا يهمنا ازاي نرتقي بالنادي الاهلي، ازاي ان احنا نقدر ننفذ اللي وعدنا بيه واكتر في فتره اللي احنا الاربع سنوات، ازاي نقدر نحافظ ونساعد جمهور النادي الاهلي دايما انه يفضل ورا فرقته ومتواجد في كل المحافل الرياضيه، ازاي نقدر نحافظ على اسم النادي الاهلي ونكبره اكتر واكتر في البطولات والحصول على حصاد البطولات. لان انا عارف، انا جمهور قبل ما ابقى عضو مجلس اداره، وعضو نادي قبل ما ابقى عضو مجلس اداره، وعارف ان يهمني انا كعضو خدمات النادي وفروع النادي وازاي بتتطور، وكجمهور يهمني ان انا دايما اشوف ناديه كان للنادي النادي الاهلي هو سبب الفرحه بتاعتنا، ومنهم على دوت. وبقول لهم ان شاء الله باذن الله رجاله النادي الاهلي دايما على قدر المسؤوليه، دايما بيفرحونا وهم مقدرين المسؤوليه ومقدرين المسيره اللي هم فيها، هم في الصداره وان شاء الله نكمل في الصداره، وباذن واحد احد يوم السبت كلنا نفرح مع بعض ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذ محمد، اتمنى لكم دايما التوفيق باذن الله رب العالمين. اشكرك وسعيد اني كنت معاكم. شكرا استاذ ابراهيم. كابتن اسامه، ده كان لقائنا مع استاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يعني فخر ما بعده فخر وانت جوه النادي الاهلي، احد يعني مكونات النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما زي ما كابتن محمود الخطيب بيجذب كل الكيانات الكبيره عشان يحافظ على قيمته ومكانته اللي هي رقم واحد باذن الله، دايما يا رب يبقى النادي الاهلي رقم واحد ويبقى دايما في المقدمه. كلمه ليكم، اتفضلوا. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق من النادي الأهلي.